السلام عليكم طلاب. طلاب هنا عندنا هذا الهوم وورك، تطبيق على ما درسناه. هنا عندنا طلاب عمود نهاياته تثبيت له من الأسفل فيكست ومن الأعلى فيكست، الطول إلى 40 فوت. هنا أنا بهذا السؤال أو الهوم وورك إلى 3 مطالب. المطلب الأول شي يقول؟ يقول إذا كان المقطع لهذا العمود هو كما موضح بالشكل رقم 1، يعني هنا المقطع section of column هو الآتي، مكون من bolt up section أو عبارة عن bolt up section مكون من W shape اللي هنا W 10 by 49، هذا standard section، مضاف له تو بليت على طوله، ابعاد هذه البليت 10 انج في نصف انج السمك لها. هذا السكشن الاول. يقول هنا ان هذا المطلب الاول اوجد لي كمبيوت بالتيميت لود البي التيميت اوف رينفور سكشن، يعني هذا المقطع دبليو شيب اللي مسلحيه احنا بيمن بايفيله او مقوي بالعباره بتو بليت كما موضحنا بالشكل رقم 1. هذا المطلب الأول، أرجو إيجاد قيمة الـ B Ultimate. المطلب الثاني نفس العمود يقول لا احسب لي أوجد الـ B Ultimate بدون البليدة فقط الـ W Shape. هنا أنا compute the Ultimate Load B Ultimate of your own reinforce and reinforce section، المقطع اللي ما مسلح اللي هو W shape without blade، بدون blade كما مبين ديما بالشكل رقم 2. هنا بالمطلب الاول كأنما سؤال مستقل نوجد ال B ultimate، وهنا عندنا سؤال ثاني كأنما مطلب ثاني او سؤال ثاني هو ايجاد ال B ultimate لهذا المقطع الستاندرد. هنا انا bolt up section مكون من standard section and two blade، هنا فقط standard section. نجي للمطلب الثالث طلاب نشوف شنو المطلوب به. بهذا المطلب يقول اعطيني نسبة الزيادة وين بالمقاومة في حالة او الزيادة في ال B ultimate، اوجد لي الزيادة بتحمل العمود عندما اخلي بليد. يعني احنا في المنطق طلاب هذا العمود اللي يهدي وضايف له احنا بليت، يعني راح يكون طبعا تحمله اكبر من تحمل العمود اللي فقط بي دبليو شيب. لكن ايش قد هذه الزياده اللي صارت؟ طبعا احنا الزياده شلون نوجدها؟ البي التيميت راح نحصل عليها من هذه الحاله ناقص البي التيميت من الحاله الثانيه تقسيم القيمه الصغرى حتى نشوف الزياده، لان احنا طالبين الزياده. زين احنا هنا اكيد قلنا هذا راح يصير به زيادة بالتحمل، طبعا الزيادة شلون تم التحمل؟ باضافة حديد اضافي اللي هو هنا تو بليت. هذا تو بليت ايضا ضمن المطلب بالسؤال هنا يقول اند بيرسنتج نسبة الزيادة بالماتيريال في كمية الحديد اللي ضفناه. ايضا هنا الطلاب نحسب مساحة هنا البولت اب سكشن وننقص من عندها مساحة ال W shape تقسيم W shape في 100 على مود نشوف النسبة. هنا طلاب نريد نعرفه من هذا المثال، نريد احنا هذا طبعا مثال عملي واقعي ويفيدنا بحياة العملية. احنا هنا طلاب الحديد نشتريه بالطن بالاطنان، فأنا مرات اضيفا كمية من الحديد بس احصل على مقاومة تفوق هاي الكمية اللي ضفتها. خلينا نشوف هنا نسبة الزيادة اللي راح تتم بكمية الحديد مقارنة بالزيادة اللي راح تصير بالتحمل ايش قد. هذا ضروري شوية ناخذ فكرة عنها. ان شاء الله هذا المثال او هذا الهوم وورك راح يوضح لكم اياها. هذا الهوم وورك انا نزلت لكم اياه على المودل، اريد نبني نشتغل شوية على المودل لان احتمال تكون امتحاناتنا او امتحاناتنا كورس او النهائي عن المودل، فلازم نبدي شوي ناخذ انطباع عنه وممارسه باستخدام منصه المودل.
وهناك راح تلقون وقت محدد اللي هو يبدي من بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة فترة الإجابة على هذا الهومورك. أرجو الالتزام بالموعد والاهتمام به لأنه هذا هو راح يوضح لكم، وإن شاء الله بعد ما ننهي هذه المدة راح نتناقش في أي سؤال عندكم، ويصير السؤال والجواب من خلال قناة التليجرام لمناقشة مادة الحديد. شكرا طلاب.